أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية دعم مستشفى 57357 مشيرا إلى أنه واجب على كل فرد ومؤسسة. جاء هذا خلال استقبال مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع وفدا من المستشفى لتبادل الرؤى حول دعم المستشفى وإمكانية مشاركة الهيئة في المشروعات المستقبلية الخاصة بها. لم تجد مستشفى 57357 خيرا من الهيئة العربية للتصنيع ومصانعها المختلفة لتنظيم زيارة لأطفال المستشفى تبث فيهم روح الأمل بمستقبل بلادهم وإدماجهم بالنماذج الإيجابية لمؤسسات مصر الصناعية بعد أن نجحت المستشفى في الوصول إلى المعدلات العالمية لنسب الشفاء. نشكر على هذه الزيارة الكريمة اللي بتبني في أولادنا أولاد المستشفى روح الانتماء والوطنية وتوريهم يعني قدرات هذا المجتمع وقدرات الشعب المصري وقدرات الدولة المصرية ومش كده وبس انما الاكتر من كده كمان انها بتديهم رفع كبير جدا لروحهم المعنوية. المؤسسة دي مؤسسة عظيمة جدا ومن اول المؤسسات اللي علت قيمة العمل المدني في مصر والمعنى الحقيقي لكلمة العمل الاهلي والعمل المدني في مصر. الأطفال دول أنا سعيد بيهم لأن اللي هيخفوا منهم هم جزء من مستقبل بلدنا وهم برضو اللي ممكن منهم. حفلة لأطفال المستشفى داخل مصنع الطائرات استمعوا فيها لبطولات صناعية مصرية خالصة أثمرت عن تعاون مستقبلي بين المستشفى والهيئة العربية للتصنيع في العديد من المجالات. احنا مستعدين نقدم لهم الدعم بأقصى طاقة يمكن في البحث العلمي هنشتغل معاهم في البحث العلمي في تجهيز المستشفيات هنشتغل معاهم في تجهيز المستشفيات هم هيفيدونا في حاجات كتيره واحنا هنشوف ايه مجالات مع محطات تحليه الميه هم شغالين بعمل مجتمعي خارج عمل المستشفى هنشتغل معاهم في معالجه نقص الصرف الصحي هنشتغل معاهم في كل اللي هم عايزينه تحت امرهم. نجاح إداري وتنظيمي لمستشفى 57357 جعلت منها نموذجا يحتذى به في المؤسسات الكبرى بعد أن استطاعت تطوير نفسها ذاتيا من خلال أحدث الوسائل العلمية جعلت منها رائدة في هذا المجال يعالج نحو 600 حالة يوميا وإضافة تخصصات جديدة بلغت 24 تخصصا غير سرطان الأطفال تحولت معها إلى منظومة عالمية. حينما تلتقي مؤسستان عريقتان تعملان ليلا نهارا خارج الإطار الرسمي لميزانية الدولة ليضرب المثل في رفع الوعي بآلام المرضى وقيمة العمل وجب وقوف الجميع لمراجعة النفس والذات فيما يتم تقديمه وعمله حتى تتكرر الفرصة وتولد تجارب ناجحة أخرى. من مصنع الطائرات أحمد بكير لتلفزيون المصري.